يقول السائل: ما نصيحتكم لأولئك الذين يريدون وأد منهج النقد، وذلك بنبذهم للعلماء الذين يبينون الحق من الباطل بأنهم أهل غيبة؟ النقد يختلف، النقد يختلف، ما هو سواء، ما هو كل نقد يكون نقدا، هنا نقد وهنا تجريح. النقد الصحيح هو بيان الحق، ولا يقوم بهذا إلا أهل العلم. ما يقوم بالنقد الصحيح وبيان الحق وبيان الخطأ إلا أهل العلم والبصيرة، ما هو هذا لكل واحد من الناس. فالنقد الصحيح هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النصيحة لعامة المسلمين، لكن لا يقوم به إلا أهل البصيرة الذين يعرفون كيف النقد الصحيح وما هي الطريقة الصحيحة للنقد. نعم.